انا بقى غلطانه وستين غلطانه كمان لو قلت لك اروح لهم تاني. ده اللي هم فيه ده يهد جبال، يوم قيتي خناق ونكد. طب اتجوزوا ليه من الاول؟ هم رجعوا يتخانقوا تاني؟ هما من امتى بطلوا خناق ولا نقار؟ اللي يشوفهم كده ما يقولش ان ليهم ابن غايب عنهم ومش عارفين راح فين ولا جرى له ايه. طب اهدي اهدي يا حبيبتي. مش قادره يا ست، مش قادره، مش عارفه الاقيها منين ولا منين، منهم ولا من غياب تمر اللي طول، وكل يوم بيعدي الاقي عليه بيزيد اكتر واكتر. ما تقطعيش قلبي امال يا ميرنا. غصب عني يا ست، انت عارفه ان تمر هو اللي طلعت بيه من الدنيا، كنت بتعذب قد ايه لما جراله اللي جراله، وبرضه هما كانوا السبب. ميرنا يا حبيبتي، انا عشان مقدره وعارفه قد ايه انت بتحبي تامر وقد ايه مزعلك غيابه، هقول لك سر كنت مخبيها عنك، بس حسك عينك حد غيرك يعرفه. سر ايه يا ست اللي مخبيه عني؟ تامر اخوك بخير يا ميرنا، وهخليك تشوفيه والنهارده. انت بتقولي ايه يا ست؟ ما ردتيش على سؤال يا غدا، ايه اللي فكرت بيها تاني؟ بيقولوا ايه اللي رماك على المر؟ قال لي مر منه. ما تفهمينيش غلط، انا بمر باسوأ ظروف مرت بحياتي، وظهورك المفاجئ ده كمان ممكن يدربكها لي اكتر ما هي متدربكه. زمان كنت بتتلهف انك تشوفني، كنت بتقول انك ما بترتاحش الا معايا، كنت بتقعد معايا بالساعات تشكيلي همك ومشاكلك مع نجيبه مراتك، كنت بحس اني مفيش في الدنيا ولا في حياتك غيري. وده كان حقيقي، انا عمري ما كدبت عليكي. وده برضو اللي خلاني الغي عقلي وتفكيري وافق ان اتجوزك عرفي، رغم الفرق الكبير اللي بينا في السن وفي المركز وفي كل حاجه. مش هنقلف في اللي فات يا غاده. لا يا استاذ، يمكن بالنسبه لك انت كانت فتره عشتها وانتهت، يوم ما وقف ايد مراتك ورق جوازنا اللي بمنتهى السهوله وعلشان ترضيها وما تخسرش بيتك ومراتك وعيالك، قطعتها ولا كأنها كانت، وفعلا رجعت لحياتك وما خسرتش حاجة، إنما أنا خسرت كل حاجة، خسرت مستقبلي وأهلي وحياتي ولسه بدفع الثمن. أنا مش فاهم أنت عايزة تقولي إيه وعايزة مني إيه، دي حكاية مر عليها سنين. وأنت سيدي اللي عارفين، ساعات الماضي بيمد بجذور أيامنا وحياتنا اللي إحنا لسه عايشينها، وده اللي حصل معايا يا بركات، قصدي يا استاذ بركات، وده اللي جابني هنا دلوقتي. وما لقيتيش غير الايام دي عشان ترجعي لي؟ انت بتنشيني يا غاده. قدري وقدرك يا بركات. في ايه وايه المطلوب مني؟ تشور عليا، تساعدني، تقول لي اعمل ايه في حياتي اللي انت دمرتها لي. محتاجه فلوس؟ ياه، هو ده كل اللي ربنا قدرك عليه علشان تقولهولي؟ يا غدا افهميني، انا ابني مفقود بقاله كام يوم ومحتاج اكون جنب امه، يمكن يتصل او حد يتصل واعرف عنه حاجه. حياه ابنك مش اغلى من حياتي اللي انت ضيعتها، ومن حق عليك تعرف ايه اللي جرالي وتاخد بايدي، والا قسما بالله يا بركات لا ادمر لك حياتك زي ما دمرتني. انت جايه بعد السنين دي كلها تهدديني ولا جايه تبتزيني؟ افهمها زي ما تفهمها، انا ضعت وانت اللي ضيعتني، ومش هضيع لوحدي يا بركات. ايه المطلوب مني؟ ايه اللي اقدر اعمله لك؟ معرفش معرفش، فكر انت ايه اللي ممكن تعمله لواحده دمرت حياتها وكنت السبب في بعد اهلها وناسها عنها، ولقت نفسها وحيده في الدنيا، لا فلوس ولا اهل تستند عليهم. ايه اللي ممكن تعمله لي يا بركات بيه؟